السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات، ألا وهو متوازيان وقاطع بمعنى مستقيمان، متوازيان وقاطع لهما. غادي نشوفوا الزوايا اللي كيكونوا. قبل ما نبداو في هذا الدرس غادي نتعرفوا على شوية على بعض الخصائص المهمة. إذا سنبتدئ بإذن الله بما معنى زاويتان متتابعتان. لاحظوا عندي هنايا جوج زوايا، زاوية أ أو بي. لاحظوا اذا A و B وزاوية B و C. B و C، اذا A و B كتساوي 50 درجة، B و C كتساوي 40 درجة، وبناء ان المجموع ديالهم كيساوي 90 درجة فنقول عنهم زاويتان متتامتان. بمعنى اذا كانت لديك زاويتان وجمعتي القياس ديالهم ولقيتيه 90 درجة فإنهما زاويتان متتامتان، وبالتالي A و B زائد B و C تساوي 90 درجة، ومنه فإن هاتين الزاويتان متتامتان. إذا نشوفوا الآن المعنى ديال زاويتان متكاملتان. إذا عندنا واحد الزاوية C و B 55 درجة، C و B حيت O كاينة في الوسط 55 درجة، و B و A 125 درجة. إذا جمعنا القياسات ديال هاد الزوايا بجوج شحال كنلقاوهم؟ ها 180. إذا C و B زائد B و A كتساوي 180 درجة، وبالتالي فهما زاويتان متكاملتان. إذا خصنا نفرق بين زاويتان متتامتان وزاويتان متكاملتان. إذا كان مجموع قياس زاويتين 90 درجة كتسمى زاويتان متتامتان، إذا كان مجموع قياس زاويتان 180 درجة كتسمى زاويتان متكاملتان. ماشي بالضرورة خصهم يكونوا مزادين، أنا في هذا المثال عطيتهم مزادين. ممكن تلقى زاوية مثلا، ممكن مسحنايا لاحظوا مثلا في هذه الحاله انا رسمتهم زاويه ملاصقين بعضياتهم كيتسموا زاويتان متحاديتان. يمكن تلقى مثلا زاويه بهذا الشكل، لاحظوا زاويه بهذا الشكل مثلا هنا 30 درجه رسميها او ا بي، وزاويه اخرى مثلا بهذا الشكل مثلا نسميها دي بي، اذا بي دي سي نسميها سي، اللي تكون حتى هنايا مثلا 60. وبما ان هذه الزاويه زائد هذه الزاويه 90 فكتسمى زاويه متتامه، يعني ماشي شرط اساسي يكونوا ملاصقين يعني متحاديتين باش يكونوا انهم متتامتين، في فقط ان المجموع ديالهم 90 متتامه، المجموع ديالهم 180 فهما متكاملتان. اذا انتهينا من الجزء الاول باذن الله، ننتقل الى الجزء الثاني من الدرس. اذا في هذا المثال لقد اعتبرت مستقيمان متوازيان دي واحد و دي اثنان، لاحظوا مستقيمان متوازيان يعني واخا نجبدو حتى العيا ما عمرهم غيتقاطعو، مستقيمان متوازيان و دلتا قاطع لهما، و دلتا قاطع لهما. اذا انتبه هنا هنايا غادي نزيد شي حروف باش نشرح لكم، غادي نزيد هنا حروف، غادي نزيد مثلا هنا او، غادي نزيد هنا ا، غادي نزيد هنا بي، غادي نزيد هنا سي، غادي نزيد هنا دي، غادي نزيد هنا او، هادي زيد هنا اف، وهادي زيد هنا جي. اذا قاطع لهما يعني واحد المستقيم دايز اللي قطع فيهم، دايز اخترقهم بجوج، اخترق بجوج مستقيمات متوازيات. اذا القاعده تقول انه هنايا لاحظوا اشنو عندي هنا، عندي هنايا باش نشرح لكم مزيان، عندي هنا الداخل وهذا المستقيم المتوازي، هذا الداخل ديالو باش تعقلوا عليا، هذا خارجه وهنا خارج. لاحظوا اذا داخل خارج، خارج يعني داخل المستقيم المتوازي، خارج المستقيم المتوازي، خارج ديالو مزيان. اذا لاحظوا غادي نعتبر هاد الزاويتين، شوفوا هاد الزاويه الاولى وهاد الزاويه الثانيه، اذا لاحظوا متبادلين ولكن في الداخل، اذا كيتسموا زاويتان متبادلتان داخليا. اذا الا مشيت رقمت على هذه نسميها الزاويه واحد والزاويه اثنان، فبالتالي الزاويه واحد اللي هي ا او او و او او اف فهما كيتسموا زاويتان متبادلتان داخليا. انا نكتب غير الرقم واحد واثنان، واحد واثنان ماذا؟ زاويتان متبادلتان داخليا. و
حيت عندي مستقيمه اللي متوازيه وقاطع لهما، هاد الزاويه اللي متبادله الداخليه كيكونوا متقايسه، كيكونوا بحال بحال. بمعنى الا خديت المنقاله ديالي وعبرت هنايا، لاحظوا غادي نلقى الزاويه الاولى تقريبا 43 درجه، غادي نعبر على الثاني هنا 43 درجه، يعني بحال بحال. وبالتالي كل زاويه ثاني متبادله الداخليه في مستقيمه اللي متوازيه وقاطع لهما فهما متقايسه. اذا الزاويه A E E هي A O E تساوي O E F، تساوي O E F. بمعنى إلا كانت هنايا مثلا نفترض هنا شحال قلنا 43 درجة، فحتى هنا غادي تكون 43 درجة. إذا هادو كيتسموا زاويتان متبادلتان داخليا. حتى إلا خدينا هاد الرقم، لاحظوا 3 ورقم 4 ها هما، حتى هما متبادلتان داخليا، حيت كيتبادلوا، واحد عاطي لهاد الجهة واحد عاطي لهاد الجهة متب... وفي الداخل. إذا كنسموا 3 و 4 متبادلتان داخليا. إذا 3 و 4 متبادلتان زاويتان، عفوا زاويتان متبادلتان داخليا. وفي هذه الحالة غادي نقولوا أن الزاوية سي أو أو سي أو أو تساوي الزاوية ماذا؟ أو أو دي أو أو دي. في هذه الحالة هنا غادي تكون 43، أنا عارف واش هذه الزاوية من هنا حتى لهنا كتسمى 180 درجة، إذا غادي تكون 180 ناقص 43، يعني واخا نعبرها حيت هما كيكملوا سميتو. إذا 137، إذا في هذه الحالة 137 درجة، حيت عندي 43 زائد 137 180، حيت هادو كيكملوا 180 درجة من هنا حتى لهنا. إذا كانت هذه 137 درجة بلا ما نعبر، حتى هذه غادي تكون 137 درجة. إذا غادي ندير هذا الرقم هنا باش ما تدوخوش، 137 درجة. إذا هادو حتى هما زاويتان متبادلتان داخليا وكيتسموا هكا. إذا لاحظوا ملي كتكون عندي زاوية لداخل وزاوية برا، لاحظوا مثلا غنعتبر رقم 4 غنزيد واحد الزاوية هنا غنسميها 5، لاحظوا مثلا 5 و 4 راه قد بحال بحال هما متقايسين، ولكن هادي كاينة في الداخل وهادي كاينة في الخارج، وحدة في الداخل وحدة في الخارج، وعاطين على نفس الجهة، كيطلعوا على نفس الجهة، إذا كيتسموا زاويتان متناظرتان. إذا 4 و5 زاويتان متناظرتان، وكذلك فهما متقايستان، لأن إذا كانت هذه 137 درجة حتى هنا غادي تكون 137 درجة. إذا غادي نقولوا الزاوية بي أو أ، بي أو أ تساوي أو أو دي، تساوي أو أو دي 4 و5. كذلك عندنا الزاوية، غادي نزيد هنا 6، لاحظوا الزاوية 6 و 2 حتى هما متناظرتان، كيطلعوا على هاد الجهة، وحدة كاينة في الداخل وحدة كاينة في برا. إذا 6 و 2 زاويتان متناظرتان، إذا 6 و 2 زاويتان متناظرتان وحتى هما متقايستان، يعني بلا ما نكتبهم مازال. وكذلك عندي 3، غادي نزيد هنا رقم 7 حيت غادي ندير لهم نفس الرمز ديال التقايس حيت هذا كيساوي هذا. إذا 3 و 7 لاحظوا هاد الجهة وهاد الجهة حتى هما كيتسموا زاويتان متناظرتان. إذا 3 و 7 زاوية، كما يمكن الاستنتاج أن 3 و 7 كذلك زاويتان متناظرتان. و نعم أين هو القلم؟ كذلك الزاوية رقم 1 و 8، يعني هذه وهذه متناظرتان، هنا وهنا متناظرتان، هذه وهذه متناظرتان، هذه وهذه متناظرتان. إذا شنقولوا 1 و 8 كذلك زاويتان متناظرتان، وكل زاويتان متناظرتان في هذه الحالة متقايستان، وكل زاويتان متبادلتان داخليا فهما متقايستان. نتمنى أن أعزائي أنكم فهمتوا الحالة. نلتقي إلى الحالات الفقرة الأخيرة. نعم، إذا في الفقرة
حلقتي الأخيرة سنتعرف على أن زاويتان متقابلتان بالرأس. بمعنى زاويتان متقابلتان بالرأس، بمعنى أنك مشيت ترسمتي واحد بحال كروا خط مستقيمي، خط مستقيمي، إذا كي تكون لك واحد الزاويتان متقابلين بالرأس، مشتركين في الرأس ومتقابلة. إذا كل زاويتان متقابلتان في الرأس متقايستان، هذه وهذه كتساوي هذه، وهذه اللي هنا كتساوي هذه اللي هنا. وشوفوا إذا الزاوية الأعلى كتساوي الزاوية في الأسفل، الزاوية اللي في اليمين كتساوي الزاوية اللي في اليسار. وأخيرا حالة خاصة، إذا لاحظوا هنا هذه كتشبه كل مستقيمان متوازيان وقاطع لهما، إلا أن هذا القاطع ديالهم اللي كيدوز منه عمودي. وفي هذه الحالة كتقول لك الخاصية، إلا جاب الله كان داز هذا القاطع، لاحظوا مثلا ها هو دايز، ها هو لازم، لاحظوا ها هو عمودي هنا. وإلا مشيت كملت، إلى هل كملت هذا كنلقى عمودي على حتى هذا، يعني كل مستقيم المتوازن إذا كان عمودي على أحدهما فسيكون عمودي على آخر ضروري، ما يمكنش يكون زاوية قائمة هنا وما يكونهاش هنا، واضح؟ إذا في هذه الحالة هذه خاصيات معروفة ديال المتوازن ومتعامدان، هذه حالة خاصة بالمتوازن والقاطع، القاطع هنا وعمودي، إذا نقدر نعتبر أن حتى هذه وهذه راه زاويتان متناظرتان. تبنى أعزائي لكم فهمتم مزيان، دمتم أوفياء، السلام عليكم.